ننتقل مباشرة إلى وزارة الخارجية لمتابعة وقائع المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ونظيرته الإيطالية. من أجل تقديم المساعدة إلى الجيش اللبناني، ونحن نشكر إيطاليا لكل جهودها في هذا الصدد. وسيدتي الوزيرة، أود أن أعرب عن شكري لبنان للدور الذي تطلع به إيطاليا، وأنتهز هذه الفرصة لكي أعرب عن التزام لبنان بالاتفاقيات العربية وبترحيبنا الجنود الإيطاليين في لبنان. وأيضا بالنسبة لليونيفيل الذي انتشرت في الجنوب بعد الاعتداءات المتكررة الإسرائيلية على لبنان، فهناك الكثير من الانتهاكات الإسرائيلية شهريا، ونحن نرفع دوما الشكاوى إلى مجلس أمن الأمم المتحدة. فهذا الانتهاك الإسرائيلي أصبح عادة سيئة وانتهاكا صارخا لسيادتنا وللقانون الدولي، وهذا بصرف النظر عن أن لبنان لم يقم بالمبادرة بأي انتهاك مماثل. فأخيرا كانت هذه الانتهاكات الإسرائيلية أكثر وضوحا، وهذا يجعلنا نطلب من شركائنا الدوليين ونطرح عليهم الأسئلة التالية: ما الذي ينبغي أن نقوم به بحيث تقوم الأسرة الدولية بعملها وألا يقتصر دورها على إنكار أو استنكار هذه الاعتداءات؟ وكيف يمكننا أن نتصدى لهذه الاعتداءات غير المنطقية؟ وبما أن المجتمع الدولي لا يقوم بأي ساكن، فبالتالي اضطر لبنان إلى وضع استراتيجية دفاعية وطنية للمحافظة على سيادته وعلى موارده الطبيعية. وفي هذا الإطار خضنا حوارا استراتيجيا مع اليونيفيل من أجل تعزيز قوة جنودنا وتفعيل صيغ تقديم المساعدة التي يمكن تقديمها للجيش. سيدتي، إن محاور التعاون مع إيطاليا متعددة، لا سيما الدعم المقدم للجيش اللبناني ضد الإرهاب وتعزيز استقرار لبنان. ونحن نرى في هذا الحوار الاستراتيجي فرصة لكي يعرب شركائنا عن تعهداتهم والتزاماتهم في لبنان، وهذا كله يعتبر ذات أهمية كبيرة. ولكن ينبغي أن تترجم كل هذه الجهود بمساعدة للجيش اللبناني لكي يحظى بكل الموارد الضرورية بحيث يستطيع أن يحافظ على الاستقرار، ولكي يواجه كل العناصر التي تؤدي إلى الاضطراب محلية كانت أو دولية، أو كانت انتهاكات من قبل بعض البلدان وبشكل خاص إسرائيل، أو من مجموعات إرهابية تأتي من سوريا المجاورة. إن الحفاظ على استقرار لبنان يتطلب تقديم الدعم للجيش اللبناني عبر تسليحه وتوفير الذخيرة له وتوفير العناصر أو المساعدة الفنية واللوجستية. وفي هذا الإطار أطلقت كل من لبنان وإيطاليا دعوة لكي تعقد الأسرة الدولية مؤتمرها في حزيران يونيو، وبشكل خاص في 17 منه. تتمتع إيطاليا باختبار وتجربة رائعة من شأنها أن تساعد في وقف العنف السياسي. كما تعرف إيطاليا حدود نظم تسوية النزاعات العنيفة،
وقد أبدت مساعدتها إزاء الأزمة التي تواجه سوريا. نحن اللبنانيين معنيون بالتوصل إلى قرار دولي يوقف ما يجري في سوريا، وذلك من خلال شركائنا ودعمهم ولا سيما إيطاليا. فتداعيات الأزمة وأمن وطننا قد تأثر جدا، فاستقرار لبنان قد ساء، وتدفق النازحين السوريين يقوض التوازن الهش في لبنان. وبذلك نعتبر أن التطورات الأخيرة للوضع السياسي في سوريا إضافة إلى التطور في الوضع على الأرض في سوريا يدعونا إلى محاولة بذل جهود بشأن إرساء قواعد الحوار الذي قد يحل مكان التأزم والمعارك، وكل ذلك يتطلب من الأسرة الدولية أن تقف بقوة لكي لا يتداعى الوضع في سوريا أكثر. بالنسبة للتعاون الثنائي بين لبنان وإيطاليا ينبغي أن يتعمق أكثر فأكثر، وهذا سوف يترجم من خلال إرساء مشاريع تنموية هيكلية ومستدامة. وأذكر على سبيل المثال الموارد المائية وإدارة مياه الصرف. كل هذا التعاون من شأنه أن يفتح المجال أمام عمل مشترك بين بلدينا وبين شركات القطاع الخاص، بحيث نسير في مسار إعادة إعمار سوريا ونستطيع أن نحقق التنمية والازدهار بدل الدمار والإرهاب والعنف الموجودين حاليا في سوريا، واللذين قد ينتقلان ليس فقط إلى لبنان ولكن أيضا إلى البلدان المجاورة لا سيما البلدان الأوروبية إذا لم نقم بتحريك ساكن هنا. شكرا سيدتي، شكرا على هذا الترحاب معالي الوزير. لقد عقدنا جلسة أو نقاشا مهما للإعداد للمؤتمر الدولي الذي سوف ننظمه في 17 من حزيران يونيو، وهذا يأتي في إطار العمل الذي تقوم به الأسرة الدولية والأمم المتحدة من أجل دعم الجيش اللبناني. ونحن نعلم جيدا في إيطاليا ولكن أيضا في كل أنحاء العالم أنه من المهم جدا أن ندعم الجيش اللبناني، أولا كمؤسسة موحدة في لبنان، وثانيا كأداة للأمن والاستقرار في بلد يشهد وضعا متأزما على الحدود. وهذا أمر ذي أولوية للمنطقة وللأسرة الدولية أيضا، بحيث لا يؤدي هذا التأزم إلى تداعيات شديدة على لبنان. فلبنان يعاني صعوبات ونحن نعلم بذلك، فنحن نقدم دعمنا أيضا للجهود التي نحاول من خلالها أن نرحب ونساعد اللاجئين السوريين، وقد قدمنا حوالي 154 ألف يورو للنازحين. وقد اطلعت على هذا المشروع في كافة جوانبه، ونحن نريد أن نفعل هذا النوع من التعاون مع لبنان، ولكننا نعلم أيضا أن الدعم الدولي للجيش اللبناني مهم أيضا بالنسبة للأمن الداخلي، للأمن الإقليمي، وأيضا للأمن العالمي في مواجهة للتحدي الذي يواجهه لبنان من حوله. لقد تناقشنا أيضا عن الأزمة في سوريا، فنحن في إيطاليا
علمنا أنه ينبغي أن نعمل على ثلاثة مستويات، فنحن كبلد قد عملنا مع البلدان الأخرى من أجل الحد من الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها النظام، ونأمل بأنه بعد أسابيع قليلة سوف نكون قد انتهينا من مسألة الأسلحة الكيميائية هذه. والقطاع الثاني الذي نعمل عليه على مستوى الأمم المتحدة هي المساعدات الإنسانية. إنه لواجب على الأسرة الدولية أن تعمل على دعم الشعب الذي تأذى من الأزمة إن في سوريا أو في البلدان المجاورة مثل لبنان، وسيكون هذا دعم ملموسا. ثالثا على الصعيد السياسي، إنه لضرورة ملحة أن نعيد إطلاق مشروع الحل السياسي للأزمة السورية وإعادة إطلاق مضمون مؤتمر جنيف وكيفية إعادة إطلاق هذا المسار تبعا للوضع الحالي. ولكن هناك حل سياسي لهذه الأزمة، ولكن أيضا للأزمات التي تحيط بنا من حول العالم. أود أن أشكركم مجددا على التعاون معنا، ونأمل أن نراكم بعد أسبوع تقريبا. فهذا المؤتمر سوف ينعقد في مرحلة مهمة للغاية، ليس فقط للبنان ولكن أيضا للأسرة الدولية، لكي نبدأ مسارا متماسكا من الالتزام العميق مع الأسرة الدولية والدعم الذي تقدمه هذه الأسرة للبنان. عفوا لا يمكننا سماع السؤال. الجواب، كما تعلمون فإن إيطاليا تستقبل حاليا عددا كبيرا من اللاجئين الذين يمرون إليها عبر ليبيا. وهذا تحد أيضا بالنسبة إلينا في إيطاليا. نحن نحاول أن نبذل قصارى جهدنا لكي نقدم دعم للاجئين السوريين، ومشروع التعاون الذي نقوم به هنا في لبنان يهدف إلى توفير هذا الدعم للاجئين، ولكن أيضا للمجتمع المحلي المعني أيضا بمسألة اللاجئين وهذه الظاهرة. فنحن نعلم جيدا أن هناك الكثير من التوترات الاجتماعية وإدارة الشؤون اللوجستية، ولذلك فإن مشروع التعاون الخاص بنا يركز على هذا المنحة. لم يكن هذا محتوى نقاشنا اليوم، بل ركزنا على النظام القضائي والمسألة في يد الانتربول. لقد ناقشنا هذا الصباح الموضوع الذي طرحته سيدتي. سوف ندرس الموضوع في عمق أكبر، وسوف أتحدث مع السلطات التابعة للأمم المتحدة
أنا أعتقد أنها ينبغي أن تكون جزءا من هذا القرار الذي قد يتخذ. عفوا، لا يمكننا سماع أسئلة الصحفيين. المؤتمر الذي سينعقد في 17 حزيران يونيو يعني مجموعة من البلدان المجاورة، ويضم أيضا بلدانا أجنبية أو غربية. هي إذن نوع من المؤتمر للدعم الذي لديه غرضين اثنين. أولا، توفير الدعم السياسي الكامل من الأسرة الدولية إلى الجيش اللبناني كرمز لوحدة لبنان، وأيضا كأداة لحفظ الاستقرار والأمن في لبنان. لكي يبقى لبنان مستقرا بالمقارنة مع الوضع الإقليمي المحيط به. الثاني هو بتوفير نوعا من المتابعة. والنقطة الثالثة هو مشاريع تعاون ملموس على الصعيد العسكري، ولاسيما بالنسبة لوزراء الدفاع الذين سوف يتواجدون في هذا المؤتمر. وهناك أيضا بعض المشاريع التي سوف تطلق في مؤتمر روما لكي نكتفي بهذا القدر. مشاهدينا الكرام، لمزيد من التفاصيل تابعونا في نشرة بيروت اليوم.